مع الموهبة يوسف محمد عبد الله، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب يوسف محمد عبد الله، عمري 12 سنة. أحب أشكر الأستاذ أحمد مرسي والأديبة غادة صلاح والدكتور حاتم. دكتور حاتم خش في الموضوع. أنا من تراب رعته السماء، أنت أرض روتها الدماء، يعود انتمائي لأصل كريم، وما في كلامي أدنى ادعاء. سل الدهر عني وعن سيرتي، يجب إنني قبلة الأنبياء. أنا مصر والمجد في جعبتي، أنا مصر مقبرة الأدعياء، أنا مصر واسمي قرين العلا، إذا ذل عيني أبيت حناء. أنا من تراب رعته السماء، أنا نبت أرض روتها الدماء، يعود انتمائي لأصل كريم، وما في كلامي أدنى ادعاء. سل الدهر عني وعن سيرتي، يجب إنني قبلة الأنبياء. أنا مصر والمجد في جعبتي، أنا مصر مقبرة الأدعياء، أنا مصر واسمي قرين العلا، إذا ذل غيري أبيت حناء. أنا سنبلات بها أمنيات، أنا النور والعلم والكبرياء، أنا البدو عند ابتداء الوجود، وأم البلاد وفيض السماء. أقمت الحضارة في شاطئي، تنير العقول وتعلي البناء، كتاب كريم من الله يتلى، أيا مصر أرضك فيها العطاء، ألا فادخلوها سلاما أمانا، فمصر من الخوف دوما براء. وأوصى الرسول بأبنائها، فأجنادها خير جند اللقاء، لا يخضعون لباغ لئيم، ولا يجبنون إذا البغي جاء، فمن قبل مينا وقفنا رجالا، نصد الغزاة ونحمي البناء. عشقت ترابك يا مصر دوما، وأفديه بالروح يوم النداء. قف يا بلادي بوجه التحدي، بعزم الأسود مع الأوفياء، قف يا بلادي بوجه التحدي، بعزم الأسود مع الأوفياء. يعني أنا بعتذر جدا لكل المواهب اللي ما كانش ليهم معانا حظ النهاردة، أنا أسفة بجد لأن القاعة خلاص قفلت، فإن شاء الله على وعد الشهر الجاي هنعمل المهرجان تاني. اتفضل أستاذ سعيد العوض. اتفضل. هيقفل النور علينا أهو، قولي له وأنا ما عنديش مشكلة، هيقفل النور علينا، فالوقت